لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. باشمهندس حسام، انا سالت امبارح على السيوي في المغرب، فعلى حد علم الضئيل انا قلت لا يصلح، فايه راي حضرتك في القصه دي؟ والله انا شايف ان منطقه المغرب هتبقى بديل عن الطريق مصر اسكندريه الصحراوي في الاصناف بتاعتنا اللي احنا بننادي بتطويرها، زي الزغلول والسماني والحياني والبنت عيشه. ده اللي انا بصراحه، انما في السيوي قلت لا. هو سيوي لو انا هامر بزراعته هناك او حد يستشيرني بزراعته هناك هيبقى على النطاق الضيق مش النطاق الواسع. بص يا دكتور، كان في حاجه انا كنت بعملها مع المزارعين بتوع الفترات الاخيره، لو حد هيزرع مثلا في المنيا او حد هيزرع في واحد سيوة او حد هيزرع في الجنوب، كنت بقول له ما تحرمش نفسك من التجارب، خلي نفسك عندك فدان او خلي عندك 100 نخله، ال 100 نخله دول يبقى 10 اصناف او 12 صنف، شوف الصنف ده عندك في منطقتك هيبقى عامل ايه. لو انت حتى ما منفعش فانت عندك الفسيله تقدر تبيعها او تقدر تخليها فور فن لبيتك، يعني مش اللي هي هترميها خالص، بحيث انت النهارده خشيت في بعض الاصناف. الاراضي عندنا ما شاء الله الارض الصحراويه واسعه، في بعض الاصناف لقت تسوق كويس، لقت جوده معينه عندك في الارض تبتدي توسع منها. لكن انا مش مع ان حد يجرب في نفسه ويبتدي يفتح كميات كبيره. انا شفت بعض الناس اللي زارعين خلاص بكميات كبيره قوي في وجه بحري، انت زرعت خلاص؟ قال يا باشمهندس انا بحبه. لا، هو انت بتحبه ازرع لحضرتك 5 نخلات 10 نخلات، بس مش هقدر اجبر السوق ان هو يستهلك الخلاص في مرحله البسر او مرحله بدايه الرطب. هو ما ينفعش اصلا عندنا فوضى دكتور. هو بعض الناس اشتغلت عليه رطب واشتغلت عليه بسر، لكن هو لو دخل مع البرحي هيركنه على جنب. البرحي لحد النهارده هو ملك الفريش. تمام.